واجهة متواضعة واسم ألماني بامتياز، لكنه منتشر عالمياً. شركة شوتة تنتج منذ أكثر من 100 عام آلات مثل آلات الجلخ الصناعية التي تباع في كل أنحاء العالم. هنا ينتجون في العام من 70 إلى 80 قطعة. قبل التسليم يقومون بفحص كل جزء من الآلة بشكل دقيق. أما إذا كانت الآلة ستصدر إلى الولايات المتحدة فعليهم مراعاة الكثير من الأمور. هناك قوانين ولوائح خاصة في الولايات المتحدة مختلفة شيئاً ما عن تلك الموجودة في ألمانيا. فمثلاً إذا نظرت إلى آلة كهذه ثم تفحصت وصلة الكهرباء أو الصامولة أو سلك الكهرباء، ستجد في كل مرة أن الألمان يستخدمون سي اي نورم، بينما يستخدم الأمريكيون وصلة يو ال. ولدى الألمان شروط مختلفة للعزل والألوان، ونحن نستخدم قياسات المتر، بينما يستخدم الأمريكيون قياسات البوصة. وهكذا فكل تفصيل يتطلب الكثير من العمل. نسمع تذمراً شبيهاً على بعد 7000 كيلومتر من هنا في ولاية إلينوي الأمريكية. شركة إبسن المتوسطة الحجم، 200 موظف ينتجون هنا أفراناً صناعية ويصدرونها إلى أوروبا. وهنا بالذات يبذل أعضاء فريق المهندسين جهوداً كبيرة. لدى الأوروبيين لوائح بمقاييس ثابتة، فسلك الأرضي يجب أن يحتوي على لون معين بنسبة 70% وآخر بنسبة 30%. الأمريكيون لا يطلبون هذا، ولكي تفهم هذه الاختلافات نحتاج لساعات كثيرة من البحث. وهذا ما يعيق العمل والإبداع الحقيقي، كما يرى مدير الشركة جيفري سوماري. فعائدات شركته تصل إلى 170 مليون يورو في العام، وبالإمكان زيادة هذه العائدات لولا اضطرار الشركة لإنتاج نوعين من الآلات لمراعاة الاختلافات بين السوق الأوروبية والأمريكية. هذا فرن فراغي لتصنيع الآلات الطبية نرسله إلى أوهايو، لكن بسبب اختلاف المعايير لا يمكننا أن نصدره إلى أوروبا. معايير أقل بفضل اتفاقية التجارة الحرة، هذا ما تأمل فيه الكثير من الشركات في الولايات المتحدة وألمانيا. فمثلاً تأمل شركة PWM أن توفر مبلغاً كبيراً من المال عبر اتفاقية التجارة الحرة، فهي تنتج لوحات الأسعار الإلكترونية لمحطات البنزين. وتحقق الشركة ثلث عائداتها في الولايات المتحدة، لكن قبل شحن اللوحات إلى الولايات المتحدة تمر في عملية فحص باهظة من قبل السلطات الأمريكية قبل السماح بدخولها. مدير الشركة ماكس كرافينكل يجري حسابات.